ازيكم؟ النهارده كنا نروح المتحف اللي هنا في ساسكاتون، متحف السيارات. مش عارف مين من اهل ساسكاتون شافه، هوريكم شويه صور منه. ده محاكاة للشارع الرئيسي المين ستريت هنا في ساسكاتون في عام 1910. يعني المحلات بعضها لسه ما زال موجودة، الديزاين ما زال هو نفسه دلوقتي لما تروح للشارع. فيعني دي محاولة المحاكاة انه زمان الناس كانت عايشة ازاي، الدنيا كانت عايشة ازاي. شيء جميل. الصيدليات زمان، انت دلوقتي في ساسكاتون زي ما احنا كده في بلادنا، انك تلاقي صيدلية وتدخلها دي بقت قليلة. تلاقيها دايما دلوقتي هنا في وولمارت، في المحلات الكبيرة. المنظر ده اللي احنا شايفينه دلوقتي هنا ده ما بقاش موجود كتير هنا في ساسكاتون صراحة. مش يعني مش شايف دماغي يمكن لما مكان او اثنين صيدليتين او ثلاثة، الباقي كله داخل المحلات الكبيرة هنا. بس كده ده المنظر اللي احنا متعودين عليه في بلادنا لغاية دلوقتي، مع اختلاف طبعا الأدوات. حتى الريحة، يا ريت أقدر أوريكم الريحة. ريحة هنا كأنها ريحة اسمه ده مطهر. تعال نشوف البوليس عندهم إيه. مخفر البوليس، يا ساتر الرجل ده خضني. هو فيش نور ليه؟ والله خضني، افتكرت واحد حقيقي. وهذه مش باينة الدنيا فيها يا جماعة، معاكم قافلين هنا في زي أوضة الحجز مش باينة. وهنا الظاهر كانوا بيناموا فين البشوات. ما أعتقدش المساجين، أعتقد البشوات. بان دي ولا بلتش؟ ليه قافلين النور؟ هنا دي بقى المدرسة، المفروض 1979 ولا ايه دي؟ مش عارف. لا ده رقمها 1979. دي محاكاة للمدرسة زي ما كنا في 1910 المفروض كله. ادي الفصل احسن من بعض المدارس الموجودة عندنا. طبعا السبورة اللي زمان دي، هي لسه السبورة دي موجودة ولا خلاص اختفت؟ الله اعلم. ما اعرفش اللي بتاع في النص ده ايه، ده تبع المبنى الحالي ولا هو كان زمان بيكون موجود تدفئة للفصل؟ يمكن. حتى الساعة، ادي المدرسة والعلم البريطاني هناك اهو، ولا ده علم كندا زمان؟ يمكن اصله اتغير اكتر من مرة. غسيل ايه ده؟ وينج لي كمان صيني كان ولا ايه؟ ظهر كان بيغسلوا برضه للناس، عندهم مغسل من زمان. انا يمكن ديكي ماكو ولا هناك ديكي ولا ايه؟ اعتقد اللي هناك دي ماكو دي. بس طبعا انا مع الحاجات دي اللي بنشوفها في الافلام، ماكو رجله مش عارف ايه والحاجات دي ولا ايه. هذه انواع الماكو. حتى الحانوتي موجود. معرفش بقى هل في تغيير عن الايام دي ولا لا.
ما دخلناش هنا الأيام دي فنعرفش. وده الأدوات اللي هي تسموها بالعربي الهاردوير، هذا محتاج مسامير، محتاج مش عارف ايه. ما قفلين الباب ده، قفلينه بالمفتاح كمان. الناس بتسرق حاجات ولا ايه؟ واحد على طول عنده قدرة على التحليل واستنباط ودايما نيجاتيف كده ما شاء الله علينا. ما ده شكله هاردوير، بس انا شايف في حالات ساعات و... هاي قطار، ده جايبين لك قطار حقيقي وعاملين له بتاع هنا سكة القطار الحقيقية. دي اظن ادوات اللي هي الحراسة مع اختلافها مع الايام، ولا دي ادوات جر القطار؟ يعني ما تعاتبوش علي عشان انا مش فاهم، والله مكتوب تراكترز فهو المفروض ان هي ليه قلت عشان شوف دي، انا قلت يمكن دي انجن، دي ستيم انجن، وده القطار اهو، ده تراكتر. يعني هنا اللي هم حبايبنا الفيرست نيشنز حياتهم الطبيعيه اللي زي حياتنا، انا زي حياه اي حد في حياه الباديه او الفلاحه. فن هاوس رجع عليا. انت بتضحك عليا ده ولا ايه؟ بس يا ولد انا مش شايف يعني فروقات كبيره عادي، ده انا ايام زمان مش باين انا في الصوره كويس. لا يا شيخ خضتني يا ولد. هنا ولا هنا؟ Home of fresh killed meat. الله التعبير حلو، fresh killed meat. جزار يعني، قول جزار يا باش. لو في سمك كمان. هذا fresh killed meat. ما قفلينه ليه؟ ما
مقفول المقفول. النيش بتاع زمان. الساعات اللي شفناها انا عمري ما استخدمت ساعة من كده طبعا. ده ما انا مش عجوز للدرجة دي. بنك اوف نوفا سكوتشيا. ده المحافظة المركزي ده ولا ايه؟ هو صورته زي اللي ورا. هما دايما كده البنوك خوافين، حاطين اسياج من حديد. فلوس فلوس. وانا ممكن اعمل نور مع البتاع ده ولا مش ممكن؟ كده احسن؟ اه والله مش عارف ممكن اعمل نور. حاول بقى نصور بالنور عند ال السجن اللي ما كانش باين. يا الله احساس وحش.